قال قائد قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ، قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع الصراع والحرب في جميع أنحاء آسيا، حيث شاركت القوات في مناورات مشتركة استضافتها إندونيسيا. وأضاف أكوينو أن الإجراءات المزعزعة للاستقرار من قبل الصين تنطبق على الأنشطة والإجراءات التهديدية ضد تايوان، هي بالضبط ما تحاول واشنطن تجنبه. First is locking, after that continue by 30 millimeters.